طيب بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده اللقاء الخامس هنكمل مع الانتي ديبريسنت. النهارده الاس ان ار اي، وبس هو الاس ان ار اي هما طبعا البديل الاحدث للتي سي اي، تمام؟ فبما اننا هناخد الاس ان ار اي، يا رب نلحق التي سي اي النهارده ولا يعني لا لا، كعالم الحاصل يعني. يبقى كويس بإذن الله. فيعني بس عشان نبقى فاهمين في عرف الشغل، يعني دايما الاس ان ار اي والتراي سايكليك هما حاجه واحده، بس طبعا الاس ان ار اي يعني ما اقل مشاكل شويه، بس الاثنين بيشتركوا في حاجات كتير. الاثنين مثلا كارديا كويز في مشكله، الاثنين ممكن يرفعوا الضغط، الاثنين بينفعوا انالجيزك يعني في البين. بس طبعا لو مين هيبقى قبل مين، طبعا يبقى الاس ان ار اي. اتفضلي يا دكتوره. السلام عليكم. السلام عليكم احبائنا في اليوتيوب، دكاترتنا في اليوتيوب. انا بس عايزه اقول ان احنا هنسرع خلاص الريت، لانه اغلب الحاجات اللي كان ممكن اتقالت طبعا. اتقالت، فاحنا هناخد هنركز بس على الحاجات المختلفه في كل كاتيجوري هنتكلم عنه. الاس ان ار ايز، الجدول ده اللي هو بيتكلم عليهم انواعهم والفورمولات بتاعتهم. احنا طبعا شغالين بالفينلافاكسن والدروكستين والديسفينلافاكسن، وفي نوع تاني اسمه ليفو ميلنا سيبران، هو استخدامه قليل صح دكتور؟ ملوش ومش داعي. مشهور. خلينا بس في الجدول ده دايما نقول حاجة دكتورة إيمان، عشان هو الجدول ده في كل الكتاب. الجدول ده فيه خانة، في الخانة الثالثة دي اللي هي النيورو ساينس بيزد نومان كليتشر. حد عنده فكرة عن المشروع ده؟ اللي هو الام بي ان، ليه تطبيق لوحده، هتلاقي معاكم في الكتب في التليفونات. حد معاه عنده فكرة في تطبيق اسمه ام بي ان 3؟ ايوه، اللي هو الام بي ان ده، وفي زيه للاطفال. المشروع ده بس اعلق عليه، لان هو معلق عليه تحت في الكتاب في الهامش، بس يمكن ما ادوش حقه. المشروع ده عباره عن خمس ست جمعيات كبار في العالم، من الجمعيات بتاعت النيورو فارماكولوجي، قالت ان كل الاسماء بتاعت الادويه مش معبره. يعني احنا بنقول انتي ديبريسنت، وهم في الواقع مش انتي ديبريسنت بس، هم انتي حاجات كتير. انتي سايكوتيك، وهم في الواقع برضك مش انتي سايكوتيك، بيستخدموا في حاجات كتير. ونفس القصه في الانكزيليتيك، برضه بيستخدموا في حاجات كتير. فقالوا احنا عايزين ندي اسامي معبره شويه عن الموضوع، فما لقوش اسامي معبره غير اسامي نيورو ساينس. فعشان كده سموه نيورو ساينس بيز نومنكلتشر ان بي ان. ليهم تطبيقين على النت انصحكم تنزلوهم مجانا، تطبيق للكبار اسمه ام بي ان 3 الفيرجن الثالث، وام بي ان سي اند اي يعني تشايلد اند اوديسي. فبيسمي الاسم بناء على الفارماكولوجيكال تارجت والمود اوف اكشن. طبعا يعني كانه بيوصف، هو ما يعتبرش اسم. يبقى يعني كانه بيوصف. فمثلا يعني الادويه دي هو هيسميها سيروتونين نور ابنفرين ري ابتيك انهبيتور. ما ابدعش قوي يعني، هو نفس الاسم يعني اس ان ار، بس هيجي في حاجات ثانيه هتلاقيه مبدع شويه. هتلاقي مثلا في حاجات ثانيه يقول لك سيروتونين موديوليتور، مش عارف مثلا جابا بام، مش عارف، او جابا موديوليتور. فيعني التطبيق ده من الحاجات اللي هتحيدك شويه، اللي انت ما تستخدمش الالفاظ دي، لان ده ليه فايده مع العيانين، ده ليه فايده مع العيانين. لان مثلا هتسمع السؤال المشهور، يا دكتور انا رحت قريت في النشره بتاع الدواء، الدواء ده بتاع الفصام، هو انا عندي فصام؟ يا دكتور انا قريت النشره بتاع الدواء ده بتاع الاكتئاب، هو انا عندي اكتئاب؟ وانت مثلا تكون كاتب واحد سوشيال فوبيا، ولا واحد بي تي اس دي، ولا او سي دي وكده. فهنا يجي الشرح بتاع الحاجات دي، اللي انت تقول له لا، في المخ مثلا نظام للسيروتونين، الدواء ده بيعدل مثلا نظام السيروتونين او مسارات للسيروتونين. في مثلا في المخ نظام مثلا الدوبامين او مسارات للدوبامين، والدواء ده بيعدل، وتقعد تشرح مثلا بطريقه جينيريك، مش لازم تشرح بالتفصيل. فالخانه دي رعاها كويس، لان الراجل ده منوه بالمشروع ده، والمشروع ده مهم جدا. تمام يا دكتور، شكرا. هناخد الانديكيشنز، هنعدي عليهم بسرعه، وهنتكلم عن الحاجات الجديده اللي ما كانش مركزين عليها او هي ما كانتش مهمه في الاس اس ار ايز. الابروفد انديكيشنز عندنا الميجر ديبرسيف ديس اوردر، جنرالايز انزايتي ديس اوردر، الفينلافاكسين والدروكستين، السوشيال انزايتي ديس اوردر بالفاكسن، البانيك ديس اوردر ويذ او وذاوت اجروفوبيا بالفاكسن، بين ديو تو دايابيتيك بريفر نيوروباثي الدروكستين، بين ديو تو فايبرومالجيا دروكستين، كرونيك ماسكو سكيتل بين، لو باك بين، بين ديو تو استرايتس وني والني. دي يبقى زي ما لاحظتوا في السلايد اللي فاتت دي، نجوم المجموعه دي مين؟ هم اتنين بس، الفيلا فاكس والتروكستين، وهم دول اللي هتستخدمهم في الشغل. حتى الديس فيلا فاكس نفسه ما ضافش اي جديد، وفشل اللي ياخد ابروفال في اوروبا، يعني ما عرفش ياخد ابروفال في اوروبا لانه ما ضافش حاجه جديده. فانت في المجموعه دي ما بتستخدمش غير الفيلا فاكس والدلوكستين. فيلا فاكس ليه دوزز، والدلوكستين ليه دوزز.
والله اضطريت تستخدم الديس فيلافاكسين. كل الريفيوهات الجديده بتقول له هو ملوش دوزز، هو دوز واحده وتثبت عليها وخلاص، رغم ان الشركه هتشجعك تقول لك زود الدوز. الديس فيلافاكسين ما بيضيفش اي جديد عن الفيلافاكسين. تمام. هنا في مصر مش بنستخدم الدروكستين بس في الفايبرومالجيا عموما. وزي ما تلاحظوا طبعا المجموعه دي تتميز اللي هي يعني انالجيزك، ليه انالجيزك افكت، والمجموعه دي هتستخدمها كتير في المرضى السوماتوفورم او السوماتايزنج. تمام. اذر انديكيشنز اللي هي تبع الجايد لاينز، البايبولر ديس اوردر في الديبريست فيز، بس دي لازم نعلق عليها بقى. أيوة دي خطيره بالزبط. جدا يعني دي خطيره، هي للاسف دي موجوده في الجايد لاينز، موجوده في الكان مات، وبما ان الراجل ده كندي فكان لازم يحطها. الكان مات طبعا هي الكنديان نتورك بتاعت المود ديس اوردر. الكان مات حاطه فعلا فيلا فاكسين تير 3 يعني تحت في الاختيار الثالث، وطبعا كالعاده يعني حطاه طبعا مع مود ستابلايزر اللي انت لو احتاجته في الباي بولر ديبريشن مع مود ستابلايزر. خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل شويه لان هي حته صعبه. اولا لازم نتفق ان الموضوع ده ما فيهوش راي نهائي. موضوع العيان الباي بولر ديبريشن ياخد انتي ديبريشن ولا لا ما فيهوش راي قاطع ونهائي. وفي اختلاف في كل العالم. وفي سنه من السنين الاي اس بي دي اللي هي الجمعيه بتاعت الباي بولر جمعت اكثر من 110 خبير وحطوهم في مؤتمر وقالوا لهم اعملوا ستيتمنت في القصه دي وقولوا لنا نعمل ايه. قعدوا اتخانقوا واختلفوا والستيتمنت طلعت اي كلام، ولو حد اقراها طلعوا 8 توصيات ما فيهمش اي كلام مفيد. الكلام ده قديم من 2018 ولا بتاع. تمام؟ ايه صعوبه الموضوع ده؟ واحده واحده نفهمها عشان ليها علاقه بالتشخيص. صعوبه الموضوع ده ان حالات الباي بولر ديبريشن هي حالات على سبيكترم برضه، هي مش حاجه واحده. فلما نقول باي بولر ديبريشن يشمل كذا حاله. يشمل بايبولر ديبريشن 1 ويشمل بايبولر ديبريشن 2 ويشمل انواع من الميكس ستيتس. انواع لان الميكس ستيتس انواع كتير، اللي هو يعني في الاخر كل النون يوني بولر ديبريشن، كل النون يوني بولر ديبريشن داخل في البايبولر ديبريشن. تمام. طيب ايه خطوره الانتي ديبريسنت مع العيان البايبولر؟ كل الناس بتتربى ان خطورتهم هي حاجه واحده بس، هي السويتش. السويتش ده احتمال نادر والحمد لله ما بيحصلش كتير. انت في حياتك كله يعني انا في حياتي كلها شفت مثلا 3 4 عيانين اللي هم خدوا انتي ديبريس حصل لهم سويتش. شفتوا كام حاله هنا في الاوضه دي ناس حصل لهم سويتش على انتي ديبريس؟ قولوا لي كده من خبراتك. مثلا حسام شاف 2 ماشي، 2 في ضمن اللي انت بتشوفهم، انت تلاقيك شفت لك 3 4000 حاله مثلا. ما انت هتشوفيهم من حد تاني من زمايلك او كده. طبعا طبعا. وبعدين المينيا 70% من عيانين المينيا بعد المينيا بيخشوا في بوست مانيك ايه؟ ديبرشن. فيعني هو طبعا هي بتبقى نذير خطر، يعني عيان المينيا ده هيقع وقع جنب. طيب لكن هو احصائيا مش دي الاحتمالات، احصائيا بالترتيب الاحتمالات كالاتي. لو انت جيت على عيان باي بولر ديبرشن واديت له انتي ديبرشن، اول واشهر احتمال نو ريسبونس، هو ما جراش حاجه، هوا كانك ما تدوش حاجه، اللي هو ده بتشهد له طبعا الكاتي وكل الكلام ده الستار دي انا اسف وكل الدراسات الكبيره ان كتير من العيانين ما بيستجيبوش على الانتي ديبريسنت في الاول، هو اللي بيستجيب للانتي ديبريسنت من 30 ل 40%. طيب ده اشهر احتمال. تاني اشهر احتمال وهو اخطرهم وده بيحصل من 40 ل 50% من العيانين هو الرابيد سايكل، وده اللي ما حدش بيحلله، ده اللي ما حدش بيحلله، ده بيحتاج تحليل الكورس. والرابيد سايكلينج اللي هو معناه اللي قصر عمر المرض، قصف عمر المرض، ان الباي بولر ديبريشن عمره قصير، بيكون مثلا من حوالي مثلا من شهر لثلاث شهور، وساعات مثلا بالكثير لغايه 6 شهور، قول من 3 ل 6 شهور. غير الانواع اليوني بولر ديبريشن، انواع اليوني بولر ديبريشن رزله شويه، طويله شويه، بطيئه، بتقعد بالسنه والسنه ونص وكده، اللي هو زي الميلانكوليا وكده. لكن عيانين الباي بولر ديبريشن بطبعهم هم عيانين سريعين، يعني العيان سريع، فالدواء هيجي يقصف عمر المرض، يخلي المرض بدل ما دورته 3 شهور ودورته 6 شهور تبقى شهرين، فتحسن بسرعه بس يروح منتكس بسرعه. الدكتور مش واخد باله يفسر الانتكاس السريع على انه لازم ازود ايه؟ الدوز، واروح مزود الدوز او اضيف دواء تاني او اعتبره تي ار دي، ويقعد يلففه في الادويه السيروتينرجيك ويقعد يزود الرابيد سايكل. هتلقطه لو انت جالك عين قديم، حلل الكورس بتاعه واساله بتتعب كم مره في السنه، طبعا هتلاقي اكتر من 4 مرات، لان طبعا الدي اس ام والاي سي دي بيقولوا 4 مرات،
معناها ان السايكل بتاعت المرض اقل من قد ايه؟ 3 شهور. وطبعا مفيش مرض السايكل بتاعته اقل من 3 شهور، معناه ان انت قصفت عمر المرض. ده نوع من انواع الديستابيلايزيشن، ده تاني اشهر احتمال. ثالث احتمال وهو اقلهم هو السويتش. وعشان كده الكتب الجديده والخبراء الجداد بيسموا الاحتمالين اللي تحت دول ديستابيلايزيشن. يعني بطلوا بقى كلمه اللي هو تقول رابيد سايكلينج، وبطلوا كلمه ايه؟ شيفتنج. هو قال لك العين هيبقى ديستابيلايزد وخلاص. هيبقى ديستابيلايزد بقى سواء يبقى رابيد سايكلينج ولا سويتش. المهم اللي هو ما بقاش ستيبل على الدواء. فلما تلاقي عيان ديستابيلايزد على الانتي ديبريسنت شك اللي هو باي بولر ديبريشن. ادي نقطه. طيب قد ايه من عيانين الباي بولر ممكن يستفيدوا من الانتي ديبريسنت؟ حد يعرف؟ لان طبعا في كلام كتير قديم ان الباي بولر 2 ممكن يستفيدوا من الانتي ديبريسنت ومونوثيرابي، وفي بعض الجايد لاينز القديمه كده. اقل من كده. في التقديرات بتاعت جودوين في الكتاب بتاعه، والدكتور نصير بياكد التقديرات دي وهينشروها، اقل من 5%. لان انا سالته في الموضوع ده، انا قعدت معاه وسالته. قلت له انتوا دايما يعني بتهاجموا الموضوع ده انت والناس اللي معاك، لانه طبعا جودوين احسن ناس كاتبين الموضوع ده في الكتاب القديم بتاعه. قال لي في المجموعه اللي تابعناها مع جودوين كان اراوند 5%. وكل ما نفحصها نلاقيها كده. بما يعني ان في قله من العيانين الباي بولر ديبريشن، في قله من العيانين ما يقدروش يستغنوا على الانتي ديبريسنت. بس لو احتجت انتي ديبريسنت خليه من شهر لشهرين. دخل بس العيان في ريميشن وكمل بحاجه ثانيه. ما تطولش عن كده. لان انت لو قلت اللي انت هتعمله رابيد سايكلينج في عمر 3 شهور فما تعديش الثلاث شهور. تبقى قبل كده تسحبه. ففي عيانين اللي هم حوالي 5% لو قابلوك، معناه اللي هو رقم صغير جدا، اللي هو ما بيقدرش يستغنى عن الانتي ديبريسنت. ولو اديت له الانتي ديبريسنت وانت عندك شك او شخصت اللي هو نوع من انواع الباي بولر ديبريشن، خليك اقل من 3 شهور وكمل بحاجه ثانيه، وتبقى متفق مع العيان كده اللي احنا هنديه. ساعتها لو استخدمت الفيلا فاكسن زي ما تقول كان مات، يبقى عندك حق. ده بس اللي انا عايز اقوله في الموضوع ده كله. لان كان مات بني الموضوع ده على الابحاث بتاعت الاوبزرفيشن، ان اقل نسب الديستابيلايزيشن مع الاس ان ار. نعود مع الاس ان ار اقل اقل اكتر حاجه التي سي اي تراي سايكل، دول اكتر ادويه العينين بيبقوا ديستابيلايزد عليهم. احنا خلاص عرفنا يعني ايه كلمه ديستابيلايزيشن. كلمه ديستابيلايزيشن معناها حاجتين، رابيد سايكلينج او شيفت او سويتش. زي ما انت تقول في مود ستابيلايزر في مود ديستابيلايزر، فاغلب العينين بيبقوا ديستابيلايزد على التراي سايكليك والاس ار اي وبعد كده الاس ان ار اي. انا سأل حضرتك دكتور، اتفضل. حضرتك ما عالجتش اكيد، عالجت مريض باي بولر ومعاه او سي دي، دي اصعب حاجه، انت جيتي لاصعب سؤال في الموضوع. هو بيحتاج انا عندي حد من الريلاتيفز بتوعي كده. ده صعب جدا. تمام. وبيحتاج انت ديبريسنت فور لونج تايم، وانا بقى دي ديبريسنت الاو سي دي يعني بيرجع تاني وحاجه دي صعبة قوي. طب انا ايه بقى؟ بص الحالات دي طبعا احنا كده هنخرج بره الموضوع، بس خلينا نجاوب بسرعه. ده مهم عشان لا الحالات دي صعبه. حضرتك قلت الان ديبريسنت فور 1 اور 2 مانث، لكن انا دلوقتي انا معايا عيان او سي دي والاوبسيشنز كتيره وعاليه وممكن يعني تعمل سيلف هارم كده. طب اجاوبك الاجابه المختصره ولا الاجابه الطويله؟ الطويله لا المختصره عشان الوقت. الاجابه المختصره اللي انت هتحتاج الكوتابين او الفالبرويد مع الانتي ديبريسنت. الاجابه الطويله اللي انا لازم اراجع التشخيص، لانه دول ممكن يطلعوا سكيزو اوبسيسيف، ممكن يطلعوا حاجه ثانيه. لا ده انا عارفاه يعني هذا مش سكيزو اوبسيسيف؟ لا هذا المريض انا عارفاه من خالص من اول بدايه من اول خالص. طيب الاجابه المختصره اللي انت هتعتمدي على الانتي اوبسيسيف اللي هم من الانتي سايكوتيك. ومين الانتي سايكوتيك اللي بينفعوا انتي اوبسيسيف؟ اولانزابين، كوتابين، كلوزابين طبعا لا. اوكي تمام. بيزود ايبرازول ضعيف شويه. لا دي هتبقى اسهل شويه، لان في كتير من الادويه اللي بتستخدم في البايبولار انكزيوليتيك اشهرهم طبعا الفالبرويد. تمام؟ بس ده الاصعب. وفي بعض الحالات متحلله ان الاو سي دي هو ايبي فينومينا على البايبولر، فهيتحسن مع البايبولر يتحسن فساعتها ترجع. بس الحق يتقال في البراكتس ما بنشوفش ده. يعني كلامك صح، الحالات دي صعبه. خليها لما يجي البايبولر وفكرين بالسؤال ده تاني نكون جمعناها، لان الحالات دي صعبه جدا، الحالات دي صعبه جدا. بس من احسن الادويه فيها يعني بفضل ربنا ممكن يشتغل هو الكوتابين.
لان الكتابين عليه كلام كويس في الاو سي دي، وطبعا الكتابين اللي عملوا هم دعياله في الباي بولر، محطوط في الباي بولر 1 باي بولر 2 ديبريشن مانيا اللي هو بينهار في جرعه الديبريشن دي، الجرعه يعني الجرعه بتاعت اللي هي 300 من 100 ل 300. بس السؤال ده صعب، واحنا يعني ما ادينالوش حقه قدام شويه هنجيله بالتفصيل. شكرا يا امي. التريتمنت ريزيستنت ديبريشن، الديسايميا، البوست بارتم ديبريشن، الميلانكوليك ديبريشن، الاو سي دي وذ هاير دوزز مع الفينلافاكسين زي ما انت قلت يا حسام. عايز بس اعلق على الديسايميا، يعني ما تتسرعش قوي في علاج الديسايميا. انا كنت بقول بقى بالظبط، انا الديسايميا هديها اس ان ار اي، يعني هي دي واسعه منه شويه. ما حدش الديسايميا، حط العين الاول على لونج تيرم سايكوثيرابي، لو احتاج انتي ديبريسنت هيبقى بلو دوز، واختار حاجه اخف من كده. بالظبط، ما بقول كده، لان انت بتتعامل مع طباع، تتعامل مع الطباع، الطباع مش هتتغير. وبعدين عشان ما تخيطش نفسك، لان انت لو جيت على الطبع تمبرمنت واديت له دواء والطبع ما استجابش، هتحس ان الدواء فشل وتقعد تلف بقى. فيعني دي تيك كير منها، لان طبعا ما فيش جايد لاينز في علاج الدسايم. يعني بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر في الميلانفاكسين والدوكسيتين، طبعا عنده حق طبعا في البوست بارتم والميلانكوليك عنده حق، احسن ادويه طبعا هي الاس ان ار. بوست تروماتيك بري منسترال ستريس ديس اوردر، سمول سيلز بتقول انه الميلانفاكسين ليه بنفيت، وطبعا هيبقى مفيد جدا لكذا سبب، لان هو كمان انالجيزك. وخدوا بالكم هو كمان من الادويه اللي بتنفع مع الهوت فلاشز. هو جايبها فعلا. لك الاي دي اتش دي في التشيلدرن والادلتس في بوتنشال فور بنفيت، انا شفتها بصراحه، انا شفتها كلام صحيح طبعا، انه الفينلافاكسين والدروكستين ايفيدنس از ويك فور ذس، بس طبعا هيعتبروا عشان هم تقليد الاتيموكستين بيعلم نور بنفرين. بنفرين بالظبط، تمام. هو انا مش عارفه هتمسحها ولا، بس انا خدت الدروكسيتين عشان ديبريشن، بس كان عندي يعني كان عندي اي دي اتش دي ان اتنتيف الان اتنشن. لا انت تمسحها دي والله، لو مسحتهاش مش مشكله. لا احنا عايزين نشيل الاستجما يا شباب على فكره، لا خليها بقى عشان نشيل الاستجما. فانا خدت الدروكسيتين، شخص بايونير يعني، عشان نشيل الاستجما. المهم كان عندي ديبريشن. دورك جاي. دورك جاي، وتيجي تقول دورك جاي. انت هتيجي هنا في الانسايكوتيك. انت هتيجي هنا في الانسايكوتيك. ايوه. فخليها عشان احنا عايزين نشيل الاستجما. فانا جالي ميجور ديبريسيف ديس اوردر، فاخدت له الدروكسيتين، لان انا كنت اكتر حاجه كانت عندي اللي هو مفيش انرجي خالص، فكنت حاسه انه ده عايز نور. الدروكسيتين من الادويه الكويسه طبعا. وعشان كده في المجموعه دي انا بقول لكم كنصيحه وخلاصه الجايد لاينز، لو حد هيستخدم ما قدامكش غير فينلافاكس ودروكسيتين، هم دول النجوم بتوع المجموعه دي والافيشنت. زي ما قلنا مثلا في المجموعه اللي فاتت كان مين؟ ستالوبرام سيرترالين، هم نجوم المجموعه اللي هو ما ينفعش تعدي وما تاخدش واحد منهم. بالظبط. انا اللي عايز اقوله ايه؟ ان انا اصلا اوريدي ان اتنتف بيرسون، ان انا عندي اي اتش دي ان اتنشن تايب، فالاتنشن اتحسن الحمد لله. فده انا لاحظته لما قريته هنا اتاكدت برضه. يعني كويسه الحمد لله. خليها بقى عشان احب. بس طبعا اللي بيستخدم فيلا فاكس دولوكستين زي ما اقول كمان شويه، لازم طول الوقت يتابع ايه؟ الضغط. مهمه دي. اوكي. زي ما الدكتور قال هوت فلاشز في المينوبوز وومن. ودي طبعا كتير شافوها، واظن يعني لو انت اتعاملت مع الستات دول في الميدل ايدج، الافكسور بالنسبه لهم او يعني الفيلا فاكس عشان ما بقاش نروج كان انقاذ. فعلا كان انقاذ. الستات دول في الميدل ايدج بيبقى الفيلا فاكسين منقذ ليه. أوكي. وفعلا الموضوع ده انتوا تعرفوا الستات بتشتكي منه ازاي ولا لا؟ لازم تتعلموه التشخيص، بيشتكوا يقولوا ايه؟ لا ما حدش اشتكي، ما فيش حد جه قال لي. شوفوه، ما هو مش في العباسيه بره بقى، يقول لك بتجيلي هبات، بتجيلي حاجه في جسمي، يحسوا بهبه كده في جسمهم. يعني احساس ديسكمفورت، عدم ارتياح، وهتسمعوا كتير كلمه هبه دي. يعني حد عنده الفاظ ثانيه سمعها؟ لطالما احنا قاعدين نجمع الالفاظ عشان زمايلنا يستفيدوا. هم بيشتكوا منها. اشتكوا منها، تجي لك واحده ميدل ايدج خمسينات في اول الخمسينات، بيبقى مزعج فعلا، وممكن يجوا بانسومنيا بسبب بس الموضوع ده. بس هي بتجي لسايكاتريست بالهبات دي؟ انا ما اظنش ان ده خلاها. ما هو غالبا اللي بيبعتها حد فاهم. لا عمرهم للاسف ما بيقولناش. لا دول لما بيقولنا عن طريق حد محولهم، يقول لها روح للطبيب نفسه، يكون مثلا دكتور نساء او كده. مايجرين وتنشن هيدك يورني انكونتيننس ستريس اندوست، ناخدوا الدروكستين. بنج ايتنج الدوكستين والفينلافاكسين. بس انا مش عارفه الدي ايتنج ديس اوردر عموما، يعني انا اعرف انه الاس ار اي، انا يعني من الناس اللي ما بقابلش البنج كتير. شوفوا حد خبره في الموضوع ده، انا ما بشوفهمش بصراحه. يعني ما حد هنا بيشوف الايتنج او كده؟ لا حد بيشوفهم؟ ايوه، فعشان ما افتيش في حاجه انا ما اعرفهاش، يعني ما اعرفش.
بس انا لما كنت مثلا في الجامعه كانوا مش بيستخدموا بياخدوا اس ار اي، واظن ان هو الفيرست لاين هو في الايتنج ديس اوردر عامه هم الاس ار ايز وخصوصا الفلوكسيتين. فلوكسيتين طبعا. جنرال كومنتس بقى احنا قلناها في اول خالص وانها ما لهاش، ما هنعديها، احنا بس هنقول الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. قال لك في ميتا اناليسيس بتقول انه قارنوا الفينلافاكسين مع الاس ار اي للديبريشن، ليه انه الفينلافاكسين ليه سوبريوريتي في اتشيفنج الريميشن ريسبونس عن بس لكن ليه هاير ريت في الكلام ده بشرط واحد، الكلام ده بشرط واحد لما يكون بدوز عاليه فوق ال 225 غير كده لا. اوكي، لانه خد القاعده فينلافاكسين بدوز قليله شبه الفلوكستين، بدوز عاليه شبه الترايسايكليك يعني شبه الايميفرامين بالظبط كده. فهو انت لا كل اللي تحت ال 225 كانك بتدي فلوكستين، 225 فما فوق كانك بتدي ايميفرامين. يت لكن هو قايل لك بقى لكن الديسكونتينويشن ريت اعلى لانه عشان ادفرس افكت اعلى، فماشي هو كويس بس انت تولرابيلتي لازم تخلي بالك. تولرابيلتي العيان هيكمل معاك لحد فين. كمان قال لك في ابديت فرنش جايد لاين في النيوروباثيك بين بتقول لك كده، هما ثلاثه للنيوروباثيك بين اولهم دروكسيتين فينلافاكسين جبابنتين ترايسايكليك اند ديبريسنت. صحيح. والترايسايكليك مين احسن واحد انالجيزيك؟ اميتريبتيلين. هنقلها اميتريبتيلين طبعا موجود في جايد لاينز كتيره في العالم، ولذلك ما حدش يعني يهمل ان شاء الله لما نوصل للتي سي اي لازم نتعلم كويس استخدام الاميتريبتيلين. اميتريبتيلين ده قوي ولسه ليه احترام. قال لك ال WHO فارماكوفيجيلانس قالت انه الويدرو سندروم جمعتهم كده قالت انه الريسك بتاع الانتي ديبريسنت اسوشيتد ويدرو سندروم هاي في الاتي، جمعتهم لكم كلهم باروكسيتين فينلافاكسين فينلافاكسين دولوكسيتين. طبعا دول اسوء ناس في السحب. طبعا بما ان يعني انا اقول لكم الديس فينلافاكسين ما ضافش حاجه للموضوع، الانديكيشن الوحيد اللي انت تستخدم الديس فينلافاكسين هو ان الفينلافاكسين يكون نوت افيلبل، غير كده مفيش انديكيشن. تمام، نرجع بس السلايد دي تاني. اسوأ اثنين في السحب هو فعلا الفينلافاكسين والباروكسيتين. الفينلافاكسين انتوا عارفين هو ليه كيميكال ستراكشر شبه مين؟ المعلومه دي مشهوره، شبه الترامادول. الكيميكال ستراكشر بتاعه شبه الترامادول، وفعلا اعراض الانسحاب بتاعته صعبه جدا. فبنفضل نسحب لغايه ما نوصل ل 75، بعد كده نعمل فلوكستين بريدج، بعد كده نسحب على الفلوكستين. ويا رب تنجح. مش يعني ساعات ما بتنجحش. لكن الديسفلافاكسين والميلناسبران والليفوميلناسبران ما قدموش اي حاجه في كل الجايد لاينز غير لو انت عندك الادويه مش متاحه تستخدمها، عشان ما حدش يبقى فرحان ويروح يكتب الادويه الجديده بريستيك ومش عارف ايه. طبعا موضه اللي الدكتور يبقى فاكر ان دايما الادويه الجديده هي احسن الادويه القديمه، دي فكره ماركتنج، ده مش حقيقي. احنا عندنا ادويه قديمه كتير جدا ملهاش بدائل ومفيش حاجه احسن منها، اشهرها الليفيا طبعا. الفارماكولوجي احنا مش بنتكلم فارماكولوجي، هو كلمه بس واحده دكتور قالها انه الفينلافاكسين بيشتغل على النوربينفرين عند 225 قبل كده لا، يعني عشان تقول عليه ديوال، عشان تقول عليه ديوال بيشتغل على الاثنين سيستم اللي هو النوربينفرين والسيروتونين لازم يعدي 225. تحت ال 225 هو مش ديوال، هو زيه زي الفلوكستين. تمام، فارماكولوجي لو حد انترستنج يقراهم، الدوزنج برضو ساعتين في قرايتهم. والديسفلافاكسين بس انصحكم لو حد بيستخدمه ما يعليش عن 50، كل السيستماتيك ريفيو الجديده بتقول ان الدوز بعد 50 مالهاش اي لازمه. تمام. الانست نفس الكلام، انه الثيرابيتك افكت بتاعهم ايموشنال سايكولوجيكال خلال 28 يوم ممكن تبقى عند بعض. خلينا حافظين القاعده، في 40% في اول اسبوعين، في 40% في ثاني اسبوعين، في 20% بعد شهرين. بالظبط. السايد افكتس برضو احنا هنتكلم عن الحاجات الجديده، اغلب اللي قلناها في الاس ار اي موجودين هم فوتيهم بقى. ما فوتهم دي بقى، قال لك 10 ل 30% العيانين بتوعنا على الفينلافاكسين بيحصل لهم بوب اوت سيندروم اللي هي التاكيفيلاكسيس. بالظبط. انكريز دوزج، قال لك الانكريز دوزج والاوجمنتيشن ثيرابي مي بي اوف بنفيت. تمام، بس انا وصلت مع عيان 300 وقال لي انا مش قادر، فاديله ايه؟ انا بقى ساعتها هراجع التشخيص. انا شخصيا ساعتها هراجع التشخيص واخاف من الرابيد سايكل. اوكي، لو سنه صغير خافي، لو سنه كبير خلاص هيبقى الدواء ده فشل ونشوف غيره. مش فشل يا دكتور، هو كان كويس 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 وقال لي خلاص مفيش، انا ليا سنتين. مفيش دي بقى ايه تفسيرها؟ مفيش دي، هل هو دخل في ابيسود ثانيه ولا هل هو البوب اوت اللي هي فتره التاكيفيلاكسيس؟ فساعتها دايما مفيد هنا ايمان مراجعه التشخيص. ما التولرنس هي البوب اوت صح؟ هنعمل ايه؟ هو بيقول نعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟
هو في حاجه اسمها هوليداي اللي هو وقفه كده زي، بس ده ما ينفعش فيه دراج هوليداي. لا ده ما ينفعش فيه لان الهاف لايف بتاعته قليله، يعني هتبقى خطيره لو عملتيه، هيخش في الدروب. مش ثلاثه، لا ده تبقى في حبه صعبه شويه يا ايمان في هيجي له ويذدرول يعني. خلينا نتخيل. بصي لا ساعتها طيب هتبدع. مسكت الحديده خلاص. مسكت الحديده. ليه دواء يعمل تولرانس؟ هي دي طبيعه السيروتونرجيك سيستم. تمام طيب ماشي ماشي تمام طيب. عشان بيعمل السيميليشن. تمام. الفكره في ايه؟ انت كل ما بتدي اكشن بوتنشال على النيورونز، تمام، فالنيورونز ايه تديك الايفكت اللي يعجبك. تمام. بعد فتره النيورون بيعمل ادابتيشن، حلو كده؟ تمام. الايفكت يقل اللي انت عايزه، فتضطر تزود عشان تدي السيميليشن اعلى. صحيح. فتجيب الايفكت تاني، حلو كده؟ طيب وده عكس الحاجات اللي ايه؟ بتعمل انهبيشن او بتعمل بلوك، يعني نلاقيش ده مثلا مع الانتي سايكوتيك لانها بتبلوك، او مع الجابا مثلا. بالظبط. صحيح. طب انا دلوقتي النيورون انا اشتغلت عليه وقعدت اديله ويديني ريسبتورز ويغير في شكله طبعا البلاستيسيتي اللي احنا اصلا كل السيركتري ده قايم عليها. تمام. وبعدين انا هوقف شويه، الدواء حلو مع العين وكل حاجه، هوقفه شويه بحيث ان انا بس ممكن يخش في ادابتيشن تاني على انه مش قليل، انه مش موجود. بصي في الفيلا فاكسن هتبقى صعبه. الفكره صح، النظريه سيروتيك صح، الفكره صح. لا او الفكره موجوده في ادويه ثانيه، يعني الفكره اللي انت بتقوليها دي موجوده في السيرترالين، بس في فيلا فاكس صعب. بص ساعتها هقول حاجه، لو هو كلام ايمان اللي انت متاكده من التشخيص ساعتها هتبقي اليجيبل اللي انت تعلي الجرعه. عارف المشكله هتبقى عندك ايه؟ لا اتفضلي. طيب ان انا ازاي احسب الهوليداي دي؟ يعني ازاي اعرف النيورون ده هياخد قد كذا عشان يرجع هو اللي يقول لك من الويذرول سيمتومز. عارف انا مثلا ممكن اخد اسبوعين بس ارجع برضه اديله الدواء الاقي ان هي مش اسبوعين، يمكن كان اكتر من كده. انت عارف هي المشكله في الدنيا. على حسب هو خد قد ايه المده، يعني ممكن ياخد اسبوع. بص هقول لك حاجه دكتور ايمان، انا هبقى مستعد امشي معاكي في الطريق ده في حاله واحده، لو انت اتاكدتي لي للتشخيص تمام. ماشي، لو اتاكدنا للتشخيص تمام. تمام. دلوقتي بنتكلم على فكره، انا بدي دواء بيعمل لي توليرنس، هتعامل معاه ازاي؟ فانا يعني بالمفهوم العام ان فكره الهوليداي دي هي اللي ممكن، هي فكره صحيحه ماشي، يعني دكتور لا ده كلام صح. انا بص انا هكون موافق عليه، بس هي في الفيلا فاكسين، في الفيلا فاكسين هتبقى محتاجه حرص شويه، يعني في دواء تاني ماشي. بس انت عندك حق طبعا. تمام. سيجر مش مهم او السيجر، بس يعني شفناها مره. بس لما تشوف، خدوا قاعده، لما تشوف سيجر مع انتي ديبريسنت اول حاجه تفكر فيها ايه؟ حد عارف؟ سيجر مع انتي ديبريسنت صوديوم. عشان الاس اي دي اتش، تروح تقيس الصوديوم على طول عشان الاس اي دي اتش. عارفين الاس اي دي اتش؟ سياده بتاعت المصريين. كل الادويه الانتي ديبريسنت بالبلدي بتحبس المايه في الجسم، فلما تحبس المايه في الجسم الصوديوم الموجود ينزل، فيحصل دايليوشنال هايبوناتريميا، يروح الاي دي اتش طالع، فطالع بطريقه غير متوقعه. الاي دي اتش بيطلع في وقت انت مش المفروض تيجي اصلا، ايه اللي جابك؟ يروح طالع حابس المايه تاني، يروح طالع حابس المايه تاني، فيحصل اس اي دي اتش. الانتي ديبريسن بيعملوا الحركه دي في مين؟ في الاولد ايج، بالذات في ميلز. اوكي. تمام؟ من برضه سايد افكتس انت كرونيك عايزين نقول عليها، انه لو هما بيعملوا مايدريزس، فلو عيان عنده نارو انجل جلوكوما الدروكسيتين والليفو من الناس براند ده كوندرا انديكيتد العيانين دول. مهمه الحته دي لازم نقولها، لان دي في كل انتي ديبريسنت، النارو انجل او كلوز انجل جلوكوما فاميليال ميدل ايدج في ميلز، فاميليال ميدل ايدج في ميل. يبقى لما يجي لك فاميليال ميدل ايدج في ميل، يعني ميدل ايدج في ميل، ومحتاج ادويه من دول، لازم تسالها في حد من عيلتك الستات عنده المشكله دي، يعني عنده مشكله في اللي هو ضغط العين او بياخد قطرات عين او عنده ميه زرقاء. تسال بقى تعرف تسال ازاي، ولو انت في السعوديه تقول لهم اسمه السويرج، بيسموه السويرج اللي هو بيسرق يعني نور العين يعني. تمام. فهو انت لازم تعرف الموضوع ده، لما يجي لك واحده ست في الميدل ايدج ونودي الادويه دي لازم تسالها، لان هتلاقي وهيحصل كتير
نخش حته بقى اعمق شويه. كتير من الدراج ليبلز بيطالبوك عشان انت شغال في حته ديفنسيف، منهم طبعا زي الفيلا فاكسن وكده، اللي انت تقيس الاي او بي مره في السنه والرقم يكون اراوند 20 او تحت، ما يعديش ال 20. الاي او بي اللي هو انترا اوكيولار بريشر، بتبعت دكتور عيون، مش انت طبعا، تبعت دكتور عيون يقيس لك في العينتين ويقول لك، غالبا بتلاقيهم غير بعض، بس خليك تحت ال 20. اول ما تعدي ال 20 لازم تعدي الجرعه دي، لان الادويه بتاعتنا بتعمل بتعلي ضغط العين. اوكي. كل الحاجات الثانيه هتكلمنا عليها في الاس ار عشان كده ما بنقراهاش. هنتكلم بقى على البد بشر، لانها دي مشكله يعني عنيفه طبعا. مع الادويه دي بالذات مشكله عنيفه. نمسك الفين لفاكسن، اقول لك مود سستين انكريس في البد بشر كانوا كير يوجوالي وذين 2 مانث من دوز ستابلايزيشن. بعدين بديك شويه ارقام، قال 3% من العيانين مع اللي بياخدوا اقل من 100 من الفين لفاكسن، 13% من العيانين اللي بياخدوا 300 وفوق. وبعدين قال لك انه النسبه بتقل لما يبقى الفورميريشن سستيند ريليز برودكت. قال لك الدروكستين برضو في كيس ريبورتس يعني اقل انكريز في البلاد بريشر وريرلي هايبر تنسيف كرايسيس. طيب نحلل بقى المشكله دي على الدوتس. احنا اي مشكله بتقابلنا بنحللها على الدوتس موديل. اقعد يا ايمان. دوز ريليتد، طبعا المشكله دوز ريليتد زي ما انتم شايفين، يبقى الدوز بتفرق في المشكله. تايم ريليتد، طبعا المشكله دي قال لك بتحصل في اول شهرين. في سسبتابيلتي عند المرضى؟ لا، هتحصل في اي حد. شفناها في كل الناس، شفناها في ناس صغيرين، شفناها في ناس كبار، شفناها في مسنين، في ستات، في رجاله. فاذا يبقى مش مهم مين اللي خد، المهم الوقت والدوز. ايه الريكومنديشن؟ هنقيس الضغط مره في الاسبوع. الريكومنديشن مش كل يوم، ما تقعدش تقيسه كل يوم لان العيان هيبقى انكشس. مره في الاسبوع يقيس الضغط، لان في عيانين بيبقوا بيرزيستنت بعد كده هايبرتنشن، ويبقى مجرد بس الفيلا فاكسين كان تريجر، ساعتها للاسف هنضطر نسحب. شفناها في عيانين كتير جدا جدا وناس صغيرين، يعني شفنا ناس صغيرين في السن وبعد ما تحسنوا على الفيلا فاكسين جات مشكله الضغط، اضطرينا نقول. ودايما اي مشكله تقابلك تحللها بالدوتس اللي قلنا عليه كتير، هل دوز ريليتد ولا لا، تايم ريليتد ولا لا، ايه السسبتابيلتي عنده. في حاجات مش محتاجه سسبتابيلتي زي ان ام اس، اي حد هتجيبه. لكن في حاجات فيها سستابيليتي زي الدستونيا، هتيجي في الميل اكتر من الفيميل، هتيجي في اليونج اكتر من الايج كده، تمام؟ فلازم تبقى انت عارف. فمشكله البلاد بريشر دي طالما انت بتدي فيلا فاكسن دلوكستين عن يقيس الضغط كل اسبوع. ما عندوش حاجه تقلل الضغط وكمل في الدواء بتاعي. في ناس بتوصل لكده، بس انت عارفه ده بيبقى قرار مريض، عارفه بيبقى قرار مريض يا ايمان، يقول لك لا انا اتحسنت ومش هسيبه، بيبقى بعد معانا مع المرض سنين وياما مرضى قالوها، يقول لك انا مستعد اروح اخد دواء ضغط وما اسيبش الدواء ده. من كتر ما هو عانى منين؟ من المرض. شفناها، انا شفت حد كده مع الليثيا حصلت معايا. يعني كان بعد 20 سنه وانا بتابع طبعا الرينال فانكشن، وبدات يحصل فيها امبيرمنت شويه. مع ان طبعا بس ايامها الكلام اللي انا بقوله ده ما كانش موجود، حاليا في كلام جديد ان الليثيوم بيعالج الرينال امبيرمنت وتكمل، ايامها ما كانش الكلام ده موجود. فقلت له معلش لازم اقلل شويه، قال لي لا، قال لي انا مستعد اروح اغسل كلى ومش هوقف. ايوه، ما شاف المرض. لا شاف المرض يا ايمان، يا ايه شاف المرض، راجل بقاله 20 سنه. انت مسهونه بالمرض النفسي. خليها لما نيجي ساعتها، بس خليها لما نيجي ساعتها، لان طبعا في كلام جديد دلوقتي ان الموضوع مش كده، يعني في كلام جديد اللي هو بروتكتيف وبيبقى ستيشنري. لما نيجي ساعتها في الليثيوم نتكلم. اوكي. الليثيوم ايش فيها؟ بيعمل تك كارد، بيقول لك انه انا عجبني الرقم انه بيزود 4 بيت بير مينت، خصوصا في الاردر اللي قلت اقولها لكم. الاورثوستاتيك هايبوتنشن بيكون كومن مع الفيلا فاكسن، وطبعا بيزود الريسك الفولز والاستريتد انج. حد يعرف نفحص ازاي البوسترا فايتالز او الاورثوستاتيك هايبوتنشن لما يقف على طول؟ انا عايز حد يشرح لي بقى. بعد قد ايه؟ على طول على طول. لا لا مفيش كده. هو انت عندك احتمالين، يا اما هو نايم وبعد كده يقعد، يا اما هو قاعد وبعد كده يقف. تمام؟ الفرق بينهم لازم يكون دقيقتين. الفرق بينهم لازم يكون دقيقتين، والافضل دقيقتين تقيس، وبعد كده في الدقيقة الثالثة تقيس، لأن في ناس ديليد، في ناس ديليد. الدقيقة الأولانية دي نورمال. يعني أنا دلوقتي لو أنا قاعد كده وجيت وقفت وحصل لي يعني بوسترا هايبوتنشن أو بوسترا تاكيكارديا، ده نورمال. اللي بعد دقيقتين واللي بعد ثلاثة مش نورمال. اللي خلاص المفروض السيستم اشتغل
الفيجل سيستم اشتغل وربط الموضوع كله. لكن لو بقى متاخر فده كانه نوع من انواع الديس اوتونوميا، كانه نوع من انواع الديس اوتونوميا اللي انت الدواء ده السيروتونرجيك افكت عامل ديس اوتونوميا. فالبوستيرور فايتلز لما تدي امر البوستيرور فايتلز في الاقسام، اولا تديه الصبح بس، يعني الامر بتاع البوستيرور فايتلز بيتعطى الصبح بس، ما يتعطاش في نص النهار او في اخر النهار. ثانيا تحدده بعدد ايام معين، يعني مثلا تقول للتمريض بتاعك هتقيس في البوستيرور فايتلز 5 ايام عشان اشوف في بوستيرور هايبوتنشن ولا لا. تمام، المريض وهو نايم الصبح دخلت على المريض، او المريض وهي نايمه الصبح بيروح قايس له الضغط ويقول له اقعد على السرير ودلدل رجلك او قوم وقف ولسه الكف موجوده، ويعدي دقيقتين. بعد ما يعدي دقيقتين يروح قايس قد ايه تقول اورثوستاتيك هايبوتنشن، لو عدى كام، لو اتهبد اكتر من كام، اكتر من 10، اكتر من 10. طيب نقول فاريشنز بقى، هيقابلك ناس كتير اورثوستاتيك تاكي كارديا، ليها اثر معانا احنا؟ لا، معانا احنا لا، في السايكاتري. في الكارديو ماشي، ممكن يشوف بقى عايز تبعته، ان في ناس بيحصل لهم اورثوستاتيك تاكي كارديا. تمام، طيب لو المريض ما قدرش يكمل التيست، معناه ان التيست بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف طبعا، انا مش قادر، مش قادر، انا مش قادر اقف، وهتشوفها في مرضى كتير، دقيقتين اللي انا اقفهم انا دايخ انا عايز اقعد، يبقى تقول بيشنت انتولرنت وتقعده، يبقى ده شور ساين اللي هو عنده ايه؟ اورثوستاتيك. انت مش محتاج تقيس، انت النتيجه وصلت خلاص. فالاورثوستاتيك هايبوتنشن حاجه مهمه جدا، بتتقاس الصبح. التكه بقى الاخيره هنخش فيها ديب اكتر، ان هي واحده من الديفرنشال دياجنوز بتاع تشيست بين، واحده من الديفرنشال دياجنوز بتاع الاكاثيزا. ليه بقى؟ لان انا قاعد كده تمام اهو، وباجي اقف، تخيل كان حد معلقني من هنا من الحته دي، بيسموها الهانج كوت هانجر، يعني كان واحد ماسكك من فوق، فانت البلاد سيستم كله بيروح نازل كده، فبيروح يحصل له شيست ديسكمفورت ماسك من النك وهو نازل وعامل كده. مرضى كتير هيشتكوها لك، وعشان كده تعودوا تسمعوا الشكوى بتاعت المرضى. طبعا المرضى بيقولوا الفاظ، يقول لك بيجي لي هبوط يا دكتور بعد الجرعه، اجي اقوم يحس بهبوط، بحس رقبتي فيها الم. ده سندروم موصوف في المرضى الاورثوستاتيك هايبوتنشن، يجي له الم من هنا ويروح نازل كده في الميدياستاين. ده احتمال. الاحتمال الثاني للديسكمفورت يبقى ماسك الترانك كله، فهيقلد لك الاكاثيزيا. فواحده من الديفرنشال دياجنوز بتاع الاكاثيزيا هو الاورثوستاتيك هايبوتنشن، واحده من الديفرنشال دياجنوز بتاع تشيست بين الاورثوستاتيك هايبوتنشن. فعشان كده لازم تتقاس كويس، لازم تتقاس كويس وتتعرف. واحده من الادويه اللي بيعملوها طبعا الفيلافاكس، في ادويه عندنا كتير، كوتابين، مين تاني؟ كلوزابين، مين تاني؟ ريسبريدون، مين تاني بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن؟ نيورازين، كلوروبوماتين. نعم، كوتابين قلناه صح، وحتى الالفا كذا ريسبت. فهمنا الاورثوستاتيك هايبوتنشن، فهمتوا الفاريشن بتاع البرزنتيشن، ساعات بريزنت بشيست بين، ساعات بديسكمفورت، ساعات نيك بين، ساعات هبوط، ساعات دوخه، وهكذا. الكيوتي برولانجيشن، الفيلا فاكسن قال لك الثيرابيوتيك دوز بتاعتنا ما فيش اي مشكله منهم، بس لو في اوفر دوز بيعمل كيوتي برولانجيشن. فات ايه الاستفاده بقى؟ الاستفاده انك انت لو عيان اوريدي يعني فالنربل انه يجيله كيوتي برولانجيشن، خلي بالك ان انت تديله فيلا فاكسن. ايه هم العيانين دول؟ قلناهم قبل كده، اللي هم كونجستيف هارت ديزيز، بريفيوس ام اي، كونجنتال لونج كيو تي سندروم، الكترات امبالانس، بياخد ادويه اصلا اوريدي بتزود الكيو تي انترفل. الديلوكسيتين قال لك انه ملوش اي افكت على الكيو تي سي انترفل. طيب الكلام ده يعني مش يعني متوسط شويه، بس مش معبر عن الموضوع، يعني الكلام ده مش تمام. الفيلافاكسين هو من اشهر الكارديو توكسيك في الانتي ديبريسنت، ما ينفعش يتكلم عليه بالطريقه دي. يعني الفيلافاكسين هو من ادويه الكارديو توكسيك، هو والاستالوبرام والستالوبرام. هو قال لك في الاوفر دوز دول، معلش يعني الكلام ده مش دقيق قوي، يعني ممكن في الثيرابيوتيك دوز بتاعتنا عادي. لا، ولا حتى في الثيرابيوتيك دوز، لو العيان كاردياك هتبعد عن فيلافاكس اصلا. يعني هو الكلام ده يعني اندر استيميتنج الموضوع شويه، لان احنا بنقارن من كل الريسورسز ومن كل المصادر. الفيلافاكسين هو من اشهر الكارديوتوكسيك، وعليه تحذيرات كتير حتى جوه الدراج ليبل نفسه. فانت العيان لو كاردياك هتبقى واحده من الاسباب اللي انت ما تديش فيلافاكس، اولا عشان الضغط، ثانيا عشان الكيو تي. يعني مش هينفع عيان كارديا وتقرب منه فيلا فاكس، مش هينفع، مش هتعرف اصلا، هتبقى زيها زي التراي سايكل، واخد بالك؟
الكلام اللي بيقوله على الكيو تي ده كلام صح في كل الامراض اه، بس ما تجيش على عين كاردك تحط فيلا فاكس، اللي دي عليها تحذيرات كتير وعليها ريفيوات كتير، وحتى في اللي هو الريبورتات بتاعت السي دي سي اللي بتطلع بتاعت الانتوكسيكيشن، اشهر دواء حصل عليه انتوكسيكيشن في عينيك كاردك كان الفيلا فاكس. اوكي، فهو الحته دي يعني قلشت منه شويه. شود بي يوز كوشيسلي، هي قلشت منه شويه. اوكي، يا بالعكس، انت اول ما العيان يبقى كاردياك انت مش هتقرب من الفيلا فاكس اصلا. اي حاجه بقى يطلع اسكيميك هارت ديزيز، يطلع هايبرتنسيف، يطلع هارت فيلير، احنا دايما لما نقول كاردياك في السيكاتري بالنسبه لنا كله زي بعض، احنا ما بنفرقش. الله يرحمه. ما كلامه صح طبعا، بس انت هتبقى يعني انت لو انت هتبتدي يعني الكلام ده يبقى صح، لو انت وارث المريض كده، لو انت وارث المريض بيصرف، ما انت دايما لما تروح في عيادات ومستشفيات هتورث مجموعه من المرضى، بتصرف مجموعه من الادويه وليس لك اي تحكم فيها، والقاعده بتاعتنا المريض لو استيبل على الدواء تفضل ايه؟ عليه عليه، ساعتها يبقى كلامك صح، لكن لو انت بتبتدي من الاول هنصحك ما تعملش كده. هنصحك ما تعملش كده، اولا عشان كيو تي، ثانيا عشان هايبرتنشن. اوكي، شكرا يا دكتور. نو ويت جين ريبورتد، كل الحاجات دي يعني ما مش ما فيهاش او حاجه مش مهمه. لا هم لا هم الهايبوناتريميا احنا قلناها. اه قلناها خالص. ماشي، اتفضلي يا دكتور، اتفضلي. اه الحته دي يعني الدكتور شرحها، قال لك انه في بوتنشال فور جاستروانتستينال اوبستراكشن مع ديسفينلافاكسين. ليه بقى؟ قال لك از نون ديفورمبل كنترولد ريليز برودكت. يعني هل هو معناه انه البرودكت بيتحشر مثلا ويقفلها ويقفل الجي اي دي ولا ايه؟ should not be administered to the patient اللي عندهم pre existing جي اي narrowing condition زي small bowel. ليه علاقه بالكبسول؟ ليه علاقه بالكبسول نفسها؟ يعني قصدك ان هي بتتحشر كده اللي هي الجوست كبسول والكلام ده، وموجود نفس القصه في الديسفيلافاكس. تمام، اللي هو عارفين الجوست كبسول ولا عارفين الموضوع ده؟ لا، في ادويه الكبسوله بس ده في البراند الاصلي طبعا، في ادويه الكبسوله زي نفسها بتنزل في البراز والدواء يكون طالع منها، فتنزل زي جوست، بيسموها الكبسوله الشبحيه. الظاهره دي تعرفها لان طبعا كتير من المرضى يجي يشتكوا لك منها، يقول لك الحبايه يا دكتور خدتها ونزلت زي ما هي. ما نزلت زي ما هي بعد ما الدواء اتاخد منها. فبالتالي الجوست كبسول دي تعتبر فورين بودي. اوكي. ممكن يعمل اوبستراكشن. اوبستراكشن. ودي واحده من حالات الكيمو ايه؟ الفارماكو بيزاور، عارفين فارماكو بيزاور؟ لا. نتكلم عنها بعدين. الفارماكو بيزاور اللي هو الفارماكو ابدومينال ماس. السيركويل بيعمل كده، الفينلافاكسين بيعمل كده، البريستيك بيعمل كده. دي حالات من حالات الاكيوت ابدو اللي بتحصل مع ادويه نفسيه، بعدين نتكلم فيها. اقرا عنها حاجه اسمها الفارماكو بيزاور او الكيمو بيزاور. تمام يا دكتور. السكشوال، قال لك السكشوال عموما ايه سكشوال سايد افكتس اللي قالت؟ قال لك كل السيمتومز، فمش هنقولهم نفس نفس اللي قلناهم في الاستر ايز، بس هنقول الفاريشنز في النسبه والريبورتس او الكيس ريبورتس اللي حصلت. اول واحد اتكلم فيه قال لك الفيلا فاكسن، قال لك الفيلا فاكسن لو هنرتبه هيبقى بعد الاستر اي وقبل الميكلوبيمايد، يعني هو متوسط. تمام؟ فحضرتك تقول حابب يعني كده؟ مش هقدر الاحظها قوي، ما عنديش تعليق عليها. لا بس احنا بنشوفها مع كل الادويه بصراحه، على الفيلا فاكسن برضه بشوف. يعني هو هنا بيقول ان هو اقل من الاستر اي يعني ما ملحوظته دي يعني ماشي، ما هنقول امين يعني، ما نعرفش، ما انا ما شفت ما لاحظتهاش يعني. الدوكستين والديسفينلافاكسين قال لك appear to have significantly fewer sexual dysfunction effect عن الاستر اي، يعني هما اقل بكتير. دي ايه بقى؟ ماشي، يعني ما اظنش معلومه الديسفينلافاكسين دي صحيحه، لان كل المراجعات على الديسفينلافاكسين انه ما فيش اي فايده منه حتى موضوع السكشوال. الدوكستين ممكن لان هو بما انه انالجيزيك قوي، انتوا عارفين انالجيزيك عموما يعني ده التراث الشعبي، يعني اللي انا خد انالجيزيك و ماشي. اوكي، قال لك الفينلافاكسين احنا فين دلوقتي؟ الفينلافاكسين كسبت بس في كسبت مع الفينلافاكسين في البريست انلارجمنت وبين واللي هو سندروم اوف ان ابروبريت انتي ديوريتيك هرمون وهايبونترينيا ستيفن جيسون سندروم، يعني حاجات رير دي بقى، يعني حاجات الرير على الكل يعني. ما هو اتكلم كتير قوي على الهبات توكسيستي مع الدوكستين والفينلافاكسين. حضرتك شفتها؟ ما اعرفهاش. حد شافها؟ يعني مع حاجه رير يعني ما اعرفهاش. لا هنشيلها برضه. الاسكوتوشن سندروم محدش يسال فيها اي سؤال يعني. البرين زابس احنا اتكلمنا فيها بالتفصيل. بالتفصيل. عديها بقى، موجوده في اليوتيوب. انا هعمله، بس المانجمنت هو بيقول ايه؟
اسحب بالراحه لمده اسبوعين. شرح الفلوكستين بريدج. بالظبط. اسحب بالراحه لمده على اسبوعين، ممكن كمان تكمل لحد 6 اسابيع. قال لك ممكن في اخر ما انت بتسحب تروح تحط الفلوكستين بريدج 10 او 20، لان انت مش هتعرف تدي يوم بعد يوم ولا مرتين، لان هو الهاف لايف بتاعته ابيحه. يعني مثلا استالوبرام انا ممكن اعمل الحركه دي، استالوبرام ممكن ادي يوم بعد يوم ومش عارف، لكن ده مش هنعرف نعمل فيه. اوكي. هو قال في الديسفنلافاكس ان ينفع، قال لك اعمل انترفل، انكريز الدوزنج انترفل، يعني يوم ويوم ويوم لا، وبعدين نزود. وده ده كده بيبيع بقى الديسفنلافاكس. لو راح يشتري لي علبه من ده وعلبه من ده، وخد حته من هنا وحته من هنا. طب ما علينا، يبقى احنا كده هنعمل بالراحه خالص، وفي احنا وبنسحب في الاخر هندي كبسوله. هو المعتاد انا بعمل كده. بص المعتاد انتوا طبعا يعني، هو يعني سحب الفيلا فاكس من اصعب الحاجات. انت هتسحب اول خطوه مثلا قول في 4 شهور، يعني مثلا من 100 خلينا على اخر خطوه مثلا اللي هي ال 150 ل 75، خليها في 4 شهور او 6 شهور. هتيجي على الخطوه بتاعت ال 75 وتدخل الفلوكستين، دخله مثلا من 2 لـ 3 اسابيع، وبعد كده تروح شايل الفيلا فاكس مره واحده، وبعد كده مكمل بالفلوكستين لوحده. اوكي. تمام. وما تخافش من السيروتونين سندروم، يعني لان الفلوكستين مش هيكون لحق يشتغل اصلا. البريكوشنز هو طبعا متكلم لك يعني كل ده قلناه، بس قال اكتر بريكوشن احنا عايزين نركز عليها اللي هو الهايبرتنشن. فانت بيقول لك انك انت تمونيتور ضغط العيان اللي عندك. برضه في بريكوشن قال لك افويد بروكستين في العيانين اللي عندهم سيفيرال رينال سيفير رينال انسفيشنسي، وقال لك الكرياتين كليرنس اقل من 30. افويد الدوكستين مع العيانين اللي عندهم اندرلاينج ليفر ديزيز. طبعا من الادويه اللي ليها رينال دوز، واي دواء له رينال دوز لازم يكون معاك تطبيق وتحسبها وتطلعها. تمام. طالما هتشتغل في حته كبيره لازم في ادويه ليها رينال دوز او رينال ادجستمنت. قال لك ما تستخدمهمش مع عيان اصلا عند الكحول يوز سبستنشال الكحول يوز، عشان حد عارف ليه؟ هو هيبقى سيجر، وعشان هايبرتنشن وتاثيره على الليفر. لا، والعيان الكحول سهل الهايبرتنشن، يعني اصلا عيان الكحول اول ما بتدخليه قسم الكحول والدرول اول حاجه بيعلى الضغط. تمام. لدرجه في بعض الجايد لاينز بندي الاتينو ضغطه بيعلى مع الويدرول. البريكوشنز الثانيه ما تستخدمش مع العيانين الانكنترولد هايبرتنشن اساسي، لان الاس ان ار اي وده ياكد الكلام بتاع احمد انه لو كنترولد الدنيا كويسه. اوكي. طبعا ومونيتور للبلد بريشر. ماشي، الدنيا ماشيه سريع معانا اهو. ايوه، ما خلص، ما هم هيخلص، هم هيخلصوا النهارده ان شاء الله. ما جبتش حاجه بعدهم. مش مشكله، مش مشكله، نقف انا. التوكسيستي قال لك الفيتاليتي، هو برضو بيحب يرتب كده، قال لك الفيتاليتي سكندري الاوفر دوز بتكون سكند تو تراي سايكليك انتي بيرسنت. في تقارير السي دي سي في امريكا اشهر ادويه حصل فيها ديث مع الاوفر دوز كان الفينلافاكس، عشان تيك كير ومحدش يفتكر فيلا فاكسين سيف قوي وكده. لا، هتديه في ناس وناس معينه وناس فاهمه، ولو في حاجه سوسايدال يبقى مش هينفع له من الادويه الفيتر. اوكي. هو قايل السيمبتومز بتاعتها، وخصوصا السيجرز دي اكتر حاجه. سيجرز قال لك لو لقيت سيجرز كده انت بتزود الريسك بتاع الفيتال اوت كوم فولوينج الاوفر دوز. بس هو ليه يعني التراسك كانت ديبيسل دايما كده بقول لك ايه بقارن بيها، حاسس انها اكتر حاجه فيتال يعني؟ عشان هي تاريخيا معروف فيتال بس. طبعا هم بما انهم ناس امريكان ومعاهم فلوس وكده بطلوا يكتبوا التراي سايكلينج، فبقوا يموتوا من الفيلا فاكس. احنا لسه بنموت بالتراي سايكلينج. هنا بقى جايب لك دوزج حصل فيها توكسيستي، قال لك انه في كيس ريبورت للدلوكستين لوحده، واحده خدت 1000 ملي جرام وحصل لها اللي هو الاوفر دوز وسيجرز، ويعني وصلت لحد السيجرز ما ماتتش، وسيرتين سندروم كده 1000 ملي جرام. الحاجات دي بتهيألي بس بتدي نظره يعني، لكن ما نعرفش. لا طبعا، وبعدين ساعتها يعني ربنا يستر ممكن يكون ساعتها الصوديوم واقع في الارض ولا حاجه، يعني هو غالبا اللي دخلها في المشكله دي الصوديوم يعني. كاتب صح. لا، كاتب حاجه اسمها ميكسد اوفر دوز، يعني اوفر دوز من حاجه ثانيه معاها. يعني كومبو كده، دخلت على الصيدليه راحت واخده دواء ضغط على دواء سكر على مش عارف ايه. الجملة اللي بعدها اللي بالاحمر قال لك الفينلافاكسين هاز ا هاير بيردن في سوسايدال ريسك عن الاس ار اي بيشنتس. ده كلام صحيح، وده اللي احنا بناكده، والسي دي سي طلعت قبل كده تقرير عليه. فانت عيانين اللي هم فيهم سوسايدال بيهيفير جامد او كده وناوي تدي فينلافاكسين، يا اما مونيتورنج كويس في قسم، يا اما انت شوف هتعمل ايه حسب المانجمنت حاجه ثانيه، بس ده من الادويه الهاي ريسك. هو السوسايدال بيردن معناه انه يتسف ويتاخد يعني اوفر دوز. يبلع وياخد. ايوه، يعني زي الليثيوم كده. بتضحكي ليه؟ نعم؟ بص، هو هنا جايب لنا ارقام كبيره اهو، بس احنا يعني في العملي يعني هيكون عدى 2000 مثلا.
2000 يعني 10 حبات ولا اكتر كتير، لا بيعدوا بيعدوا، في ناس 3000 و4000 شفنا حاجات كده. تمام. الديسفنفاكسن قال لك انه ما فيش كلينيكال اكسبيرينس مع الاوفر دوز معاه، لكن في الحيوانات ما حصلش هم وبيعملوا كلينيكال ترايل. دي كلينيكال عد الديسفنفاكسن ده بصراحه ده ملوش اي لازمه. حاضر يا دكتور. بريستيك ده تعبان، واصلا لما ينقص معاكم الفينلافاكسن بكتبوا الديسفنفاكسن. تمام. دواء تعبان مش لازم. برضه نفس القصه اللي قلناها في الاخر، قال لك انه في ريتروسبكتيف ستاديز بتقول انه الفينلافاكسين اخطر في الاوتكم، في الفيتلتي اوتكم الاس ار اي، بس اقل من تاسكتيك اند بريزنت. ماشي. كوشنز مفيش. في بيدياتريك قال لك هو نو ابروفد انديكيشن للاطفال، ما حدش استخدمه في طفل يعني. هو خلاص ولا ادوليسنت. طيب الجرياتريك قال لك في جمله هنا قال لك ان هو بيجيب في الاكيوت فيز بيجيب نتائج الاس ان ار اي بيجيب نتائج احسن من الاس ار اي. هو طبعا الفينلافاكسين احسن دواء مدروس في الدبريشن في الاولد ايج، احسن دواء ومدروس مع الاي سي تي ومدروس مع الاريبيبرازول، وهو كان النجم بتاع البرايد ستادي. البرايد ستادي دي راندمايز كنترولد ترايل اتعملت الاي سي تي مع عيانين السايكوتيك ديبريشن في السن الكبير، كانت لمده 4 شهور. تمام. وكان الفينلافاكسين هو الدواء اللي فيه. حته حلوه بقى بقول لك ايه، انه اصلا دوز ادجستمنت يعني في الهيلثي، في الهيلثي اوردرلي مش مهمه او نوت يوجوالي ريكوايرد. هو فعلا بس طبعا ده كلام صحيح، لانه البرايد ستادي كانت متجايبه مسنين ومديهم الجرعه 225 بس طبعا بشرط ايه؟ تقيس الضغط. تمام. تقيس الضغط كل اسبوع. بعدين قال لك بقى العيان اللي هو فريل اللي هو مش يعني هيلثي اوردرلي، خلي بالك بقى بتزود انكريز الكارديو فاسكولار والسيربو فاسكولار ادفيرس افكت. الهايبوناتريميا خلي بالك خليك منها. فاكر الفينلافاكسين كاردي توكسيك. تمام. محدش ينسى المعلومه دي. تمام. فينلافاكسين كاردي توكسيك. طيب وانا قال لك مونيتور الهايبوناتريميا والاكسترا برام ده اتكلمنا عليه. قيس الصوديوم مرتين في السنه. تمام. كده كويس. تمام. الاكسترا برام ده احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل مع الاس ار اي، مش هتكلم عليها تاني. البريجنسي بقى دي مهمه. الدروكستين والفينلافاكسين طبعا الضغط عدوكوا في البريجنسي. اه انت قاعدين بيقول ضغط عالي واحده بريجننت كده عدوك جالك. طب انا عندي حاله في العياده دكتور هي ماشيه على دوكستين وبتقول لي انا مش قادره ابطله، لان انت اول ما الضغط يعلى في البريجننس بتفكري في ايه؟ في الكلامسيا. تمام. ده حاجه مرعبه يعني. ماشي انا وضحت لها كده وهي عندها باك جراوند ميديكال نولج يعني. فبتقول لي لا، قلت لها لا مش عايزه مش عايزه مش عايزه ابطله. دوكيومنت الدسكشن دي وتعملي كونسلنج معاها وتجيبي لا، لان في ناس ما في مرضى كده بيرفضوا، بس المهم الكلام اللي انا قلته لك عملت كونسلنج مظبوط. طب فور ماي سيك فور ماي سيك الكونسلنج اللي هو الارشاد الصحي. تمام انا فاهماها. عندي وقت العيانه دي قدها ايه؟ مع العلم انها اصلا عندها فايبرومالجيا وصعب. ما احنا بقى لازم ساعتها نحلل، نرجع تاني لموضوع البريجنسي يا ايمان ونقولها دايما. في البريجنسي نحلل الموقف، انت واقف في اي حته من عمر المرض. طبعاً. يعني الست دي كانت قد ايه ستيبل اوف ريميشن قبل الحمل؟ سنه سنتين؟ لو كده نقدر نقدر يبقى عندنا استعداد نسحب الدواء ده. طبعاً. الست دي عشان تنتكس تاني عايزه لها سنه، السنه دي تكون ولدت ورضعت لها كام شهر وانا ادخل الدواء تاني. تمام. يبقى ساعتها اقدر اعدي الحمل بدون دواء. اوكي. سبورت وتجيلي كل شهر وتحضر جلسه تحضر اي حاجه وتمشي كده. متسيبوش وتدوا لها حاجه حتى اسر انا مش هحافظ على الدواء في الحمل غير في سبب واحد. لو العانه اكيوت او بوست اكيوت. لا هي مش اكيوت ولا بوست اكيوت. لو هي مش اكيوت ومش بوست اكيوت وفي ستيبل ريميشن انا اوقفه وارجعه تاني. ارجعه في السكند وثيرد تريمستر ولا ارجعه لا بعد ارجعه بعد الحمل بعد الولاده. لو ده فينلافاكس او دلوكستين. دلوكستين. لان مين عنده استعداد ياخد الريسك بتاع هايبرتنشن في الحمل؟ وانت مش هتلحقها ولا هتنفعها ولا هتشوفها اصلا، هي هتروح حته تانيه. هي هتبقى ساعتها في مستشفى النساء. هتلاقي زلال في البول وضغطها عالي وفي سيجر وبتاع، مش هتبقى في حته تانية يعني، انت مش هتشوف الموقف. ما ده كتير اللي بالدكاتره ما بتاخدش بالها منه، تقول له الادويه دي بتعمل ستروك في المسنين يقول لك انا عمري ما شفت عيان جاله ستروك. يا باشا ما هو مش هيجي لك انت اصلا، هو هياخد الستروك ويروح في حته تانية. تمام. انا هو يقول انا عمري ما شفت، عشان كده دايما الاوبزرفيشن خداع، ما حدش صدق الاوبزرفيشن بتاعه. على الاقل لما يكون في معلومات كنترولد واضحه، صدق الاوبزرفيشن بتاعتك في حالات فيري رير، حالات مش معروفه. اللي هو حاله بتتشاف، اللي انت مثلا كلنا في حياتنا كل واحد شاف له 10 حالات مثلا سيروتونين سندروم. صدق الاوبزرفيشن، لكن مش حاجه بتتشاف كل يوم والناس شافتها بالملايين وكتبوها وانا اقول انا ما شفتش. صح يا دكتور. ما ينفعش. اوكي. طيب. اتفضل. يعني
لا مش مرة واحدة بقى، ما هو بص هي المشكلة على حسب برضك الست دي جات لك امتى. لو هي مرتبة معاك الحمل فانت هتكون برضك مرتب معاها السحب. لو هي فاجئتك يعني هتقلل على قد ما تقدر وتسحب مثلا في خلال شهرين ولا حاجة. ما لازم بالراحة برضك مش هتقدر يعني. اي خطوة سحب اقل من شهرين هي صادن والدروب. هي المشكلة دايما احنا دايما واعيين في البارادوكس. ما هي هيحصل لها ايه بس يا آية؟ ازاي انت بتتكلمي ازاي؟ ارحم من الهايبرتنشن ها؟ ايوه انا بقى كده يا شيخة. ما بص انا اقول لك حاجه، احد المشاكل اللي بتقابلنا كلنا وهي مشكله تدل على كفاءه الدكتور على فكره، ان كتير من المرضى الاكتئاب بتوعك يحملوا معناه اللي اول ما اتحسنت حملت. انا ماشي انتوا ودتوني في داهيه يعني ايه؟ هي كانت مكتئبه وطلعت لها كانت هتموت واول ما تتحسن تروح تحمل. طب انا ذنبي ايه في الموضوع؟ وانا عايز اشتغل مع ناس مش حوامل يعني، بس هو ده اللي بيحصل. صح هتشوفوها كتير ان انت جاي لك الست ديبريشن ودماغك واول ما تتحسن معاك وتخش في الريميشن يجي لك حامل. طب ماشي شكرا الف مبروك الف مبروك واشتغل انت بقى. بيبقى صعب جدا الموقف يعني، فلازم تجهز نفسك للموقف ده. اتفضل. نعم لحظه بس دكتوره بتسال. اتفضل يا دكتور. بالنسبه طب ما دول يا دكتوره لازم طالما انا عيانين كرونيك. بص يا دكتوره هقول لك حاجه دكتوره، طالما دول عيانين كرونيك ودول عيانين مطولين معاكي زي فابرومالجيا دول لازم الحمل بتاعهم يترتب، ما ينفعش الحمل بتاعهم يجي مفاجئ. يا ده الحمل بتاعهم لازم يترتب، لازم يرتبوا معاكي ومع بقيه الدكاتره بتاعت ربنا رزق. يا دكاتره كفر. لا اسمها خلينا بس نركز. هي غالبا بتتابع معاكي مع حد تاني. وجزء في البين مانجمنت مش الدواء بس، يعني داخل فيه حاجات تانية، داخل فيه حاجات اكسرسايز وحاجات زي اليوجا، ومفروض الناس تتعلم الكلام ده. فدي واحدة ناوية تحمل. لو هي ناوية تاخد الريسك ما عنديش مشكلة، تاخد الريسك ويبقى دوكيومنت اللي هي ناوية تكمل مثلا على الدلوكستين بودودوز او كده. لو هي هتجهز للحمل واحنا بنسحب وهنستخدم حاجات تانية، هنستخدم مثلا زي تمارين اليوجا، هنستخدم تحضر جلسات يعني ساعتها انا اظن يبقى ايه بلاند شويه. لو هو مش بلاند ساعتها ده قرارك يعني حضرتك انت ساعتها تبقى الكيس مانجمنت. لكن هنا في كل الحاجات اللي احنا قاعدين نقولها دي مفيش جايد لاينز. لكن انت ساعتها يعني دايما بتمانج مع المرضى، انت لو معاك مرضى زي دول قدام قول لهم لو انتوا قادرين لما تحملوا ترتبوا معايا نرتب. مفيش ترتيب الله يعينك بقى. دكاتره بتدخلوا عايزين تدخلوا في قدر ربنا الدكاتره. الفيلا فاكسن يا جماعه في في النيوترو اكسبوجر للفيلا فاكسن كومبيرد بالاذر انتي ديبريسنت عالي، لكن قال لك لو ابسوليوت ريسك اوف كاردياك مال فورميشنز مع الفيلا فاكسن، وده بيخلي انديكيشن انك تعمل ايكو كارديو. يبقى افتكروا ان الفيلا فاكسن تاني ايه؟ كارديو توكسيك. افكرك الفيلا فاكسن لا هنا بتكلم على كاردياك مال فورميشنز. كارديو توكسيك وعلى الطفل. على الطفل. فانت عيان قالت لك انا كنت باخد فيلا فاكسن وخلاص كونسيدر الايكو على فترات يرتبها الدكتور بتاعها، هو قال لك ما قالش فترات بس كونسيدر انه هيبقى في تالايكو كارديوجراف في اثناء الحمل. كمان في هاير ريت او ترند كده ناحيه الهاير ريت اوف سبونتينيس ابورشن مع الفيلا فاكس. اهو مين بقى ياخد الريسك دي؟ كمان مع الدلوكسيتين يعني يحصل بريجنسي لوس. حاجه ثانيه حاجه ثانيه برضه واضحه جدا، العينه بتاعتي اللي بقول لكم عليها هنا هو بيقول لك مع الدلوكسيتين في انكريز ريسك لبريجننسي لوس ابورشن. ابورشن ده حصل معاها فعلا قبل كده. يعني بريجننسي لوس ده مش حاجه ده حدث كبير يعني. ممكن بص بس ده هيبقى قرارك برضك، هيبقى قرارك يا حسام يعني انت ماشي. ما انت كل دي قراراتك بقى، هيبقى برضك ايه الانديكيشن؟ لو انت عانى اكيوت وبوست اكيوت فانت عطلان في دواء محتاج دواء. لكن انا في عنا ستيبل انا قادر امانج معاها. انا بتكلم ان انا كمان عايز اعمله اسحب ممكن ساعتها ده هيبقى قرار. بس كل دي قرارات انديفيديوال، ما نقدرش ندي ريكومنديشنز للناس يعني خد بالك دي القرارات بقى اللي تبان فيها خبرتك.
وتدوكيومنت كويس وتقول الكورس والعانه ستيبل قد ايه واخر ابيسود امتى ومفيش ريسك، مفيش مثلا سوسايدال ايديشن، لان مثلا لو في سوسايدال ايديشن فده اقوى من الريسك بتاعت المالفورميشن، العانه الست هتموت اصلا. مثلا ايوه تمام. العيان اتولد بقى وامه كانت تاخد الفينلافاكسين والديسفينلافاكسين، قال لك بيبقى في اعراض زي ما قلنا انه عشان النيوترو اكسبوجر بيبقى عالي وذرول بقى وذرول وريسبيت ديستريس تمبرتشر انستابيليتي فيدنج ديفيكولتيز اجيتيشن ريتابيليتي وهكذا وتاثير على المسل تون. مفيش ديفلوبمنتال توكسيسيتي اور ساين اوف توكسيسيتي اوبزرفد مع مع الدروكسيتين يعني الانفنت او الطفل اتولد ما كانش فيه ديفلوبمنتال سيمبتومز عليه مع الدروكسيتين اللي هي امه كانت بتاخده اثناء السكند هاف اوف جيستيشن. ايه تاني سبيشال كوشن؟ ادي البريك لمسه هي منوره ايه منوره باللحظه بالظبط. سبيشال كوشن شود بي تيكن وين بريسكرايبنج اس ان ار اي تو وومن بيفور الشهر ال 16 من الجيستيشن. انا مريضتي واخداها من اليوم الاول الحمد. ما هم بيفاجئونا يعني ما هو هي اصلا كانت مثلا جايه لك في صرفيه تابعت معاكي وهي لسه مش حامل وانت صرفت لها مثلا شهرين ولا ثلاث شهور راحت حملت دكتوره هو خلصت ال 16 شهر اصلا يعني خلصت 16 شهر بالدواء اسبوع وانا عايز اصرف بقى. انا عديت لكم الفتره الريسك كلها بالدواء اديني دواء because of risk of gestational hypertension and preeclampsia. البريست ميلك هو اداك شويه ارقام كده وبعدين اداك قال لك الدروكسين هو احسن واحد، قال لك مع الفينلافاكسين انت عندك الانفنت هيتعرض ل 9 8 10% من اللي الام بتاخده مع الديسفينلافاكسين لحد 7.5% مع الدروكسين اقل من 1% وقال لك يعني الدروكسين ميبي ذا سيفست وان فيهم ان الام ترضع هي وبتدي. الانديكيشن يا جماعه بصوا صفحه 31 ما فيهاش كلام كتير، احنا قلنا بس شرحنا الكونسبت ازاي نفكر في الانتر اكشنز بتاعه الادويه مع بعضيها. لو في حد عنده سؤال في الانتر اكشنز يقراها ويجيبها لدكتور عيد بقى. لا لا اول موضوع بسيط، احنا زي ما قلنا المره اللي فاتت الانتر اكشنز دايما في الانتي ديبريسنت انت بتخاف من حاجات اساسيه، بتخاف مثلا من حاجات الانتي بليتليت بالظبط تمام عشان البليدنج، بتخاف مثلا سيروتونرجيك سندروم مع الانتي بايوتكس مع الانتي بايوتكس مع الترامادول، لان انت لما هتشتغل في مستشفيات كبيره هتخش اقسام العظام والجراحه والتاهيل بيرشوا كده الترامادول. بص تحيه كده اي واحد داخل قسم العظام سلام عليكم ترامادول، بعد كده شوف لي بقى دكتور النفسيه تلاقيه اصلا انت رايح تشوفه قبل العمليه لسه ما دخلش اوضه العمليات ومتعبي ترامادول وانت المفروض تدي له دواء، فدول هتاخد بالك من الانتراكشن ده. احنا هنتكلم بالتفصيل على الاس ار ايز ما احنا قلناها قبل كده. فانت في سياق الانتراكشن دايما بتحتاجه في ايه؟ في المستشفيات العامه، في المسنين تمام، في مثلا لو رحت رد في اي سي يو ولا حاجه، لان كل ده هتتعرض. ماشي احنا نقف خلصنا الاس ان ار اي ده احنا انجزنا يعني شكرا دكتور. لا كده كويس هنقف. حد عنده دكتور. سؤال في الاس ان ار اي اتفضل. احنا كنا بنتكلم عن سحب الدواء واحد كانت بتاخد السكين وشفت اللي بتاخد الميديكال يعني كان حصل كده دلوقتي مره واحده ولا لازم يتسحب بالتدريج؟ حتى يعني عارف في مقابله كانت مع ديفيد اوسر في الموضوع ده، لان الموضوع ده صعب. حتى العينه لو دراج انديوس مانيا ما تسحبش في اقل من اسبوعين. خطير، خد بالك سحب الادويه ده خطير، لان الريباوند نفسه يعمل مشكله. لا ما هي مانك بسبب الدواء بالظبط. اقوم اسيبه؟ مش لا هعالج، بس ما ينفعش اسحبه بسرعه. ما ينفعش اسحبه بسرعه. الله اعلم بقى، انا عندك استعداد تجربي طبعا بوقفك ساعتها. بصي ديفيد اوسر ده راجل كاتب الجايد لاينز بتاعت هارفارد، يهودي انا عارف تمام. فقال لهم اقل شيء اسبوعين، لا ما حدش يسحب بسرعه ابدا. مش حق ورفع عليهم السكاكين وطبقهم في الحته وانا عماله الدم اسحبه بالراحه. بس ممكن لا هو انا هوقفه وهديها انت سايبه، هتدي مود ستابلايزر وهتدي ونشوف. لكن انا لسه تصدع لها شويه. حد عنده سؤال تاني؟ هل الريت اللي اشتغلنا بيه ده رايقكم؟ ممتاز. اتفضل يا مصطفى. ممتاز. اشكر الله. اعمل. هو نفسه بروكونفالسيف؟ هو نفسه بروكونفالسيف او عن طريق الهايبوناتريبي؟ ما اقول لها ايمان قالتها من شويه. يمكن انت ما لحقتهاش. ماشي قول. هي كانت مدينه زي كونفيرجن كده. وبعدين مع بدايه الفيلافاكسين بدات الكونفيرجن بدات توصل.
بس ترو ترو سيجر ولا فانكشنال. مع ان عندنا معلومه عكس كده ودي غريبه، يعني في العيانين اللي هم في عيانين ديوال كده، في عيانين في الابليبسي حوالي من 10-20% عندهم ترو ابليبتيك سيجر وفانكشنال سيجر الاثنين. العيانين دول مفيش دواء مدروس معاهم غير الفلافاكسين، وبيقلل الفانكشنال سيجر، وفعلا بيقلل الفانكشنال سيجر. بس عينه زي دي تاكد ان هي مش ترو سيجر، يعني كنت تطلب صوديوم مثلا ساعتها مفيش حاجه. خليه اد اون احسن. وهو كده كده طالما انت اديتي بوبروبيون، انت عارفه بوبروبيون عباره عن فيتامين، كده كده انت عندك كوشن على السيجر بتتابعيها والضغط الاثنين. ان هو من هو خليكي فاكره زي ما قلنا البوبروبيون عباره عن امفيتامين، فيري مايلد امفيتامين، نونو امفيتامين، فانت كده كده بتقيسي الضغط، فانت بس هتبقى واخده بالك. هم مش كل العيانين فولنربل للسيجر، على حسب لو عنده مثلا باست هيستوري تروما، عنده باست هيستوري سبستانس، هم دول اللي تاخدي بالك منهم. بس هو طبعا دي مواقف صعبه. ما هو هنا هو هنا ده الطب بقى، هنا ده الطب. وعشان كده الادويه دي ما تتصرفش غير عن طريق دكاتره، لان طبعا في ناس كتير حوالينا بيبقوا عايزين يصرفوا الادويه دي، السايكولوجيست والاكس ومش عارف. هتشوفوا في العالم بقى في تمريض وبريطانيا وفي امريكا، بس هو اللي يفرق دكتور عن الناس دي ايه؟ الكلام اللي احنا قاعدين نقوله ده، اللي مين هياخد دي ومين هياخد دي ومين دي مع دي، وده لو خد دي هعمل ايه وكده. انا لدرجه الممرضه اللي كانت معايا هناك، ممرضه في لبنانيه، هي حفظت اي عيان داخل افكسل كانت لازم تقيس له الضغط قدامي، حفظت خلاص. لانه هو انا لازم اشوف، لانه في كتير من المستشفيات النفسيه في العالم الفايتال ساينس دي بالحب بالحب، وكلنا عارفين الكلام ده. العالم كله كل حته انا بقول لكم العالم كله وكل حته انا شفتها في حتت، يعني ما تتخيلوش بالحب. الممرض اصل الممرض العيان قاعد للنار قدامه، وكل شويه اقول له هات سيجاره، ما هي نفس القصه. حتى في الاغنيه بتاعت امينيم لو شفتوها وهو بيمثل في المستشفى النفسيه، واقفين طابور قدام الممرضه، ما هي نفس الطريقه، ولا عايز سيجاره وعايز مش عارف ايه، فبيزهقوا فبيروحوا كاتبين الفايتال ساينز باحساسهم. بس احنا ساعات الجد محتاجينها بجد، فلازم تتشاف. حد عنده سؤال تاني؟ المره الجايه يبقى ايه؟ تراي سايكليك؟ باذن الله. او تحب الماوس؟ شكرا دكتور. شكرا. انت هتاخد ايه؟ هو تحب الماوس، انت عايز منهم ايه؟ لا خلينا تراي سايكليك عشان يبقوا